شباب في درس جديد من دروس برنامج ادوبي بريمير برو سي سي. معاكم بيتر شكري، والنهارده الدرس بتاعنا مش بس هنتكلم فيه على البريمير، ولكن هنتكلم فيه على كل البرامج اللي مش بتدعم اللغه العربيه او اللي مش بتكتب باللغه العربيه، يعني اللي بتكتب الحروف متقطعه او متلخبطه، ازاي ان احنا نكتب فيها بلغه عربيه سليمه ومظبوطه جدا. طبعا للناس اللي عارفه انه البريمير من اول نسخه 2018 بيدعم اللغه العربيه، ولكن مش هيكتب عربي غير لما اظبط اوبشن معين في البريفرنسز. طيب ازاي بوصل للبريفرنسز يا شباب؟ بوصل لها لو انا ماك بدوس على بريمير من هنا، بدوس على بريفرنسز، بدخل على الجرافيكس، لو انا بي سي او ويندوز بدوس على ايديت وبدخل على اخر حاجه من تحت بريفرنسز، بدخل على قسم الجرافيكس. طيب لو دوست على الجرافيكس بالمنظر ده هيفتح لي القائمه دي، بدوس على ساوث اسيان اند ميدل ايسترن، وبعد كده بدوس اوكي، وبعد كده بقفل البريمير وبفتحه تاني، هيبتدي يدعم اللغه العربيه او هيكتب عربي. تعالوا نجرب مع بعض. لو انا مختار التايب من هنا كده فهكتب كلمه عربي، هتلاقوا انه كتب عربي عادي جدا والحروف مظبوطه وزي الفل، واقدر اغير الفونت زي ما انا عايز. ولكن مش دي المشكله، المشكله انه حتى وهو بيدعم اللغه العربيه في اجزاء معينه او في حتت معينه، يعني مثلا لو انا فاتح الجرافيكس كده وفاتح من هنا كده الاسينشال جرافيكس، لما اجي اعدل على اي حاجه من الموجودين عندي هنلاقي ان الحروف متلخبطه. حتى لو انا كتبت اللغه العربيه مظبوط عندي، هنلاقي ان الحروف بتاعتي اتكتبت بشكل متلخبط. وده موجود برده في الافتر افكت وفي الفوتوشوب، لو انا منزل حاجات تمبلتس من على النت وحبيت ان انا اعدل عليها. وطبعا كذا حد كلمني على الموضوع ده وبيقول لي عايزين نعمل درس على الكلام ده، لانه في حد حتى تواصل مع شركه ادوبي وقعد يكلمهم فتره طويله علشان يحلوا له المشكله دي، وما زالت المشكله كانت لسه موجوده. فانا النهارده جايب لكم حل بسيط جدا وسهل، وهيساعدنا كتير جدا 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 في اي حاجه حابين نكتب فيها بالعربي ومش راضيه تكتب معانا باللغه العربيه، سواء تمبلتس في الافتر افكت، سواء اسينشال جرافيكس، اي حاجه مش راضيه تكتب عربي هخليكم تكتبوا عليها عربي عادي جدا وبحروف مظبوطه وبالفونت اللي انتم عايزينه. فمثلا لو جيت نزلت اللور ثيرد ده كده، تعالوا نشوف المشكله اصلا فين. لو انا نزلت حاجه زي كده اهو، حبيت ان انا اعدل عليها، يعني انا نزلت حاجه زي كده اهو، تعالوا نشوف. طبعا هي لسه ما زالت بتحمل. تعالوا نجرب مثلا ننزل حاجه تاني، يعني مثلا هنزل حاجه زي كده اهو، ادي التكست ده مثلا. طبعا لانه جرافيكس فبياخد وقت شويه في التحميل. لو انا عندي تايتلز تكست هنا كده وحبيت ادوس عليها بالمنظر ده وحبيت ان انا اعدل عليها واكتب نفس الجمله، هكتب كلمه عربي وهدوس في حته فاضيه، هنلاقي ان الحروف متلخبطه عندي بالمنظر ده، اتكتبت بالمتلخبط كده، رغم ان انا ظابط البرنامج انه يكتب عربي عادي جدا وان انا كاتب هنا لغه عربيه سليمه جدا. طيب حد هيقول لي ممكن ده يكون عيب فونت مثلا، فتعالوا نختار فونت تاني. انا هختار فونت عربي عادي جدا اهو، اي فونت عندي عادي عربي اهو. فلو جيت برضو الحروف برضو ما زالت متلخبطه. ايه الحل بقى يا شباب؟ الحل بسيط جدا، وهو نقدر نعمله من اي كمبيوتر اصلا. الموقع ده يا شباب، الموقع دوت لو انا كتبت كلمه عربي عليه كده بالمنظر ده، هنكتبها اهو، فبيقول لك اكتب النص هنا في المربع ده. طبعا ده بيدعم اي برنامج ما بيكتبش عربي. تعالوا نشوف، لو انا كتبت كلمه عربي هتتكتب تحت بالمتلخبط بالمنظر ده. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدوس على كلمه تحويل ونسخ هنا كده، وهاجي على البرنامج اللي انا فاتحه اللي ما بيدعمش اللغه العربيه في القسم ده، يعني القسم بتاع الاسينشال جرافيك ما بيدعمش اللغه العربيه، هاجي في الجزء ده وهعمل بيست، هبتدي ان انا اعمل بيست وهدوس في حته فاضيه، هنلاقيه ان هو ابتدى يكتب عربي عادي جدا. اي جمله بقى حبيت تكتبها هنكتبها بنفس الطريقه، سواء انت فاتح بقى افتر افكت، سواء فاتح بريميرز، فوتوشوب، اي حاجه. وحتى في النسخ اللي ما كانتش بتدعم اللغه العربيه ينفع ان احنا نعمل فيها الطريقه دي. وكمان انا ما رضيتش اجيب برنامج، طبعا في برامج كتير، ولكن لو جبت برنامج هيبقى طبعا في ناس شغاله على ماك وفي ناس شغاله على ويندوز، فالموضوع هيبقى صعب بالنسبه للاثنين ان احنا نوفق برنامج ينفع للاثنين. علشان كده جبت لكم موقع سهل جدا يا شباب، هتلاقوه في صندوق الوصف او في الديسكريبشن تحت الفيديو، ندخل عليه ومش هتلاقوا فيه مشكله بعد كده خالص في اللغه العربيه او في الكتابه باللغه العربيه. طبعا ده كان الدرس بتاعنا النهارده يا شباب، اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لايك على الفيديو، تعملوا شير للفيديو دوت، ولو عجبتكم القناه او محتويات القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واقدر ان انا اكمل. شكرا لمتابعتكم يا شباب، واشوفكم في درس جديد من دروس برنامج ادوبي بريمير برو سي سي.